الآن الشباب منفتح، بدأوا يتعلموا، بدأوا يخرجوا، بدأوا يسافروا. الجيل الجديد الممتع اللي الآن بيدرسوا في أمريكا وفي بريطانيا وفي هذا، لما يجوا حيعرفوا إنه يعني اسم الأم فخر له. لما يقول أنا ولد فلانة. أنا مرة جاء في طاش ما طاش مشهد تمثيلي درامي مضحك، يعني إلى آخر لحظة هو بعد ما سافر هج من البلد ورجع قال إيه ولد منيرة، يعني يا الله طبعا أي. طار شرد ثاني وجري. فيعني الآن يعني نتمنى من الجيل الجديد إنهم يعني يزيلوا الحواجز هذه بينهم وبين ذكر الأسماء اللي أسماء أمهاتهم أو أسماء زوجاتهم أو أسماء بناتهم. ما في حاجة، طب ما بياخذ ملف بنته وباسمها بيروح بوديها المستشفى، بيروح يسجلها. دكتورة لحد الآن في كروت الأفراح إنه زفاف فلان ابن فلان على كريمة فلان، أي كلنا صار اسمنا كريمة. أيوة ما كريمات، أيوة كلهم كريمات. لكن في بعض العوائل لا، وبعض البنات العرايس تحب إنه يكون اسمها محطوط أمام اسم العريس، فلان وفلانة طبعا يحتفلوا بهذا ويحطوا أسماء الأمهات، يعني هي تحط اسم أمها وهو يحط اسم أمه. أنا مرة أفرح لما أشوف الكروت العائلية بهذا الشكل. ليه؟ لأنه الداعية مثلا أم العروسة فلانة وأم العريس فلان، يعني إيش فيها؟ ما فيها حاجة، بالعكس هذا انفتاح للمجتمع. وبعدين هي ثقافة مجتمع، كانوا زمان يعني عايشين على هذا الأسلوب. الآن الحمد لله بتتساقط الحواجز عننا وبنتفتح وبننطلق إلى الأمام. أيوة. ما فيها حاجة لما أنا أقول اسم أمي أنت تقول اسم أمك وهو يقول اسم أمي وأمه وكلنا نتبادل أسماء أمهاتنا، وما فيها حاجة. طب ونفتخر ونتباهى. يعني إيش اسم والدتك يا دكتورة زاهرة؟ مريم. أحب الأسماء. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صحيح، من أجمل الأسماء طبعا اسم مريم. بنشكرك طبعا الحمد لله على وجودك معنا. طبعا هو الموضوع يعني أكيد معقد له كثير خلفيات وأمور أخرى، لكن طبعا إحنا نتمنى نكون شاركنا في تسليط الضوء عليه ويمكن عملنا شوية جزء من التغيير. نشكرك، كانت معنا الدكتورة زهرة المعبي من جدة. طبعا الهاشتاج صباح اندرسكور العربية على تويتر متفاعل جدا مع موضوع اسم الأم واسم الزوجة يعني ذكرهم، وفي كثير آراء بتنعرض. في البعض بيأكد على كلام حتى دكتورة زهرة سعد الروقي، بيقول طبعا بعضهم ما يقول اسم أمه عشان ما ينادوا يا ولد فلانة. فيعني طبعا شيء غريب. وفي كثير أسئلة بتقول لي سارة وش اسم أمك وش اسم أمك. اسم أمي صفية باجنيد، يعني عادي أقوله ما عندي مشكلة في الموضوع. يعني إيش اسم والدتك؟ سناء. سناء. طيب يلا نتمنى إنه يعني نكون أرضيناهم للجمهور. لا لا طبعا تحية لوالدتي ووالدتك كذا كمان، خصوصا إذا بيتابعونا الآن بتمنى.